فرحة النادي القنيطري كانت ثلاثية، فوز طال انتظاره منذ الدورة 19 وضمان البقاء ضمن البطولة الاحترافية والاحتفال بعيد ميلاد المدرب يوسف المريني. فوز مستحق رغم أنه كان صعب جدا، فريق ديال النادي المكناسي فريق كان منظم، كان منظم على قاعة الملعب، كانوا منضبطين، ولكن ورغم ذلك حنا خلقنا فرص كثيرة. مع الأسف نقصت الفعالية نظرا لأن وقع إحباط لدى اللاعبين من المباراة ديال الوداد، المباراة ديال الجديدة، قدموا مباريات كبيرة ولكن ما تجازاوش. فريق النادي القنيطري تنفس السعداء. اللاعب يوسف الترابي كفر عن خطئه أمام الدفاع الجديد ليفك طلاسم المباراة بعد أن استعصت شباك الحارس هشام غفير على مهاجم الفريق المحلي. فتنظن كانت مقابله متكافئه، خصوصا في الشوط الثاني حاولنا رفع الايقاع واستطعنا باش نسجلوا هدف في الانفاس الاخيره. الحمد لله خرجنا بنتيجه ايجابيه في هذه المباراه، والدراري كانوا حاسين بمسؤوليه، كنا محتاجين لثلاث نقاط باش نخرجوا من قطيعه اسفل الترتيب. الحمد لله ربي سهل علينا وجبنا 3 بوا. الشوط الاول كان متكافئا بين الفريقين، اللهم بعض المحاولات من هذا الطرف او ذاك. لاعب النادي القنيطري بحثوا بجد عن هدف السبق خلال الشوط الثاني، هنا محاولة لطارق مرزوق إلا أن فيصل بن قسو انقذ الموقف بإبعاد الكرة نحو الزاوية. تالتها محاولة لافتة بعد أخذ ورد، إلا أن استماتة الدفاع وبراعة الحارس غفير في الدود عن شباكه حالت دون ذلك. كان تغيير لان اللاعب حس بالم في الركبه في الفخ ديالو، ما يمكنش نغامر بلاعب وحنا عندنا 5 لقاءات وعندنا كاس الفرق من بعد، فهذا ودقة 92. خروج المهاجم المكناسي المشاكس عبد المجيد الدين قبل 3 دقائق على نهايه المباراه حرر اللاعب يوسف الترابي الذي كان مكلفا بمراقبته، وافلح في هز الشباك من ضربه راسيه. يمكن ظنينا ان المقابله انتهت وبقات دقيقه اكثر من هو ديني اكثر من تقني، ما كانش واحد التركيز في اخر الوقت، دائما اللاعب خصو يركز حتى يصفر الحق. فريق النادي القنيطري وبعد هذا الفوز الثمين يحل ضيفا نهايه الاسبوع المقبل على المغرب الفاسي، في حين يستضيف النادي المكناسي يوم الاربعاء المقبل نظيره اتحاد الخميسات في مباراه مؤجله عن الدوره 24.